تاريخ بلال بن ابراهيم، هجوم معاكس، التصويب سهل للحارس عبد القادر شويه، خلف مشكوره عن طريق حسام الدين الحبيبي، يرفع الكره عاليه داخل مناطق 16 متر و50، ثم عمليه خطيره وفرصه الهدف رضيعه للاتحاد الرياضي المنستيري. ضربه المخالفه اللي فيها الاتحاد الرياضي المنستيري والتنفيذ مش يكون عن طريق اللاعب رقم 10 ممتازه من الحارس وفرصه الهدف وعلى الخط النهائي للمرمى الحارس عبد القادر سيف الله المحجوبي في التنفيذ والتألق الكايتة، الحارس الشاب لجليزة عبد القادر شوية. ظهور البيلاتي متاع اليوم قلبت كل شيء. الحمد لله، هذيك هي الخدمة، هذيك هي الخدمة، هذيك الخدمة. الدفة الركلية مقوسة خطيرة ترجع من عبد القادر شوية. والله العيساوي يرفع على كرة وائل بلكحة لسليم الزكار، الزكار عبد القادر شوية وحارس مرمى جليزة يتصدى للكرة. التنفيذ بالفعل نبيل النساوي يتقدم قوية والحارس عبد القادر شوية ياخذ كورته. بلال الخفيفي في التنفيذ والرأسية والحارس. بلال الخفيفي اللي وزع، بلال الخفيفي وزع والرأسية ممتازة جدا كانت ممتازة. كرة خطيرة للأولمبي الباشي حسين الرياحي، حسين الرياحي ماذا يفعل حسين الرياحي؟ وغريبة غريبة جدا من مهاجم للأولمبي الباشي طويلة والحارس ناجح حمادي، رأسية ناجح حمادي ضعيفة في دين حارس المستقبل الرياضي بجابس عبد القادر شوية. نزل حدك سيكسي وعلى تيسر تبقى أبرز فرصة عن طريق زياد المشموم، يراوغ زياد المشموم يدخل المنطقة، زياد المشموم العرضية على مستوى القائم الأول، لكن حاضر عبد القادر شوية مازالت الهجمة خطيرة وكان قريب برشا من تسجيله إلى الأهداف. مخالفة للاتحاد المنستيري أحمد الغربي طويلة طويلة والرأسية ممتازة عبد القادر شوية. مالك كردة، مالك كردة يحاول التسديد من بعيد والحارس عبد القادر شوية، مالك كردة يرفع الكرة والرأسية من منتصر الحفيدي الحارس في المكان المناسب. تقول إشارة من الحكم عامر شوشين، منتصر الحفيدي يقدم ويضيع، يضيع ضربة الجزاء منتصر الحفيدي. الجزاء ما حبتش، ما حبتش تكمل بانتصار. هكي كرة نخبوا العام الجاي إن شاء الله، معنا كيف مزيانة برشا برشا. خذ الثلاثة مش كمان عم جاي وإن شاء الله من حسن إلى أحسن وهذه البداية. مثل اسمه عبد القادر شوية اللي كان في يومه عشية الأمس الأولمبيك العب ذكاء ليت أرب الدفاع الأولمبي أجبرته أيضا على ارتكاب الأخطاء، لكن اللي ينقص الدروازيز كان بشهادة الجميع الفينيش عبد القادر شوية. رغم الإصابة اللي تعرض لها بداية الشوط الأول واصل إبداعاته ويحب في مناسبتين صاحب غربيل أنيس الجربوعي من الوصول لشباكه شوية، أكد مرة أخرى أنه من أفضل الحراس الموجودين في الرابطة الثانية. شوط حضرت فيه الفرجة، لكن قيمة محاولة جدية جات من تصويبة أرضية من أقدام أمير برشاش والحارس عبد القادر شوية على مارتين يتسد طيس المعواني، بالإضافة لتواصل غياب المهاجم الهداف محمد أمين رمزي منذ تقريبا للنجم الرياضي الساحلي محاولة عكس الهجمة والتدخل الأخير من عبد القادر شوية على مارتين شوية في أول كرة النجم الأولمبي بسيدي بوزيد. هذه الكرة اللي كانت مخادعة في مناسبة أولى مناسبة ثانية عبد القادر الكرة في سيابال ترجع حمزة الأحمر الثويتي مرة أخرى يوزع الثويتي اليسارية وكرة لعبد القادر شوية يطلع شوية أعلى من الجميع كرة لزياد بوغتاس يطول زياد بوغتاس على حجم الحاج حسن يطلع عبد القادر شوية وتعود الكرة من عامر بوعزة في الديفنسير الجزائري القادم من الريد ستار والتنفيذ من عامر بوعزة ملعب الجردين كرة أخرى لعامر بوعزة تنفيذ وعبد القادر شوية يتصدى عبد القادر شوية على شقة كبيرة عبد خرج الكرة
ابو عزه كرات ثابته لقطه يدخل الى منطقة الجزاء. فرصه كبيره لتعديل النتيجه، فرصه كبيره تضيع على اللاعب عمار السرجاوي. يدخل غيث الزمان لمرر واختير الكره، هدف التعادل يضيع بكيفيه غريبه. بلال الكره هجوميه للقوافل القبصه، فرصه للتسديد داخل منطقه الجزاء، سدد ممتازه من الحارس عبودي، سدد قويه. الحارس شويه يتالق في المناسبه الاولى، والحضور الذهني يغيب على المهاجم الاحمر. دقيقة التاسعة مخافة من وسط الميدان دائما للضيوف، رأسية سلامة القنزوي تألق الحارس عبد القادر شوية في ابعد. توزيع من اليسار والحارس يتدخل قبل المهاجمين، ثم تسديدة خلالها تحقيق تضحية مسددة. هشام عبد القادر يلقى أمام الحارس يتدخل ثم عبد القادر شوية فريق العربية. تعبيني عطاير ورأسية وفي برقمة كل الكرات من خلالها عبد القادر شوية صديق من عروس من دقيقة الانتصار بالإضافة. الولاد البلجي رجع للهجوم، وأحسن لاعب في المباراة رشاد العفاوي، وبتمريرة ممتازة يضع زميله رضوان الخلفاوي وجه لوجه مع الحارس شوية، وهذا الأخير ينقذ فريقه من هدف ثاني. 5 دقائق الأخيرة شهدنا فيها أكثر من فرصة لتسجيل من رشيبي من جانب الضيوف وكورته على العارضة. على مستوى الأداء قدمنا مباراة كبيرة. البرهومي اللي ينجح في المراوغة وفتح الزاوية، لكن حارس مزيد بامتياز ينقذ المرمى. الشوط الثاني تلق بنفس وتيرة. المحاولات الهجومية للضيوف كانت قليلة، وعلاء الدين بن صالح كان بإمكانه التسجيل. الحارس شوية يتألق بمناسبتين، في مرة أولى أمام بالحسن سلبي، وفي مرة ثانية أمام مالك البولعات. ينتهي بعد اللقاء فوز مستحق للأولمبيك. تألق الحارس عبد القادر شوية. كاد يحسب أمر المباراة، شادي العامري يخسر الهدفات نتاعو أمام الحارس شوية اللي خرج في تيمية.